اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. النهارده من الحلقات اللي فيها منيو متكامل، وانا بحب اعمل الحكايه دي طول الوقت او معظم الوقت، علشان في ناس كتير ما بتبقى حيرانه مش عارفه تحط ايه مع ايه، ايه اللي يتقدم مع ايه، ايه اللي يليق مع ايه. فالنهارده هنعمل مع بعض وراك من الفراخ بصوص الكاري، ودي هنقدم معاها رز ابيض عادي، تقدروا تعملوه بسمتي او مصري. هنقدم معاهم شوربه خضار، بس مش شوربه خضار عاديه، شوربه خضار مشويه، وده بيديها نكهه جميله جدا، وده كمان بيخليكم تستخدموا كل بواقي الخضار اللي عندكم، حتى لو الخضار دبلان شويه، قديم شويه، مسلوق، كان معمول في سوتيه قبل كده، تقدروا تستغلوه. عندنا كمان سلطه سبانخ، وعندنا كيكه البرتقال. تعالوا نبدا باوراك الدجاج بصوص الكاري. عشان نعملها محتاجين وراك فراخ، انا مستخدمه وراك بالعظم، تقدروا تستخدموها مخليه، تقدروا تستخدموها فراخ كامله صحيحه يعني، تقدروا تستخدموها صدور بس، اللي يريحكم، اجنحه حتى، دبابيس، اللي يريحكم. غسلناها طبعا كويس جدا وشطفناها ونشفناها، وهنحط معاها بصل مفروم وثوم مفروم وملح وفلفل ونشا وزيت، لبن جوز هند وكاري باودر، قرفه وجنزبيل مفروم. بسخنت الطاسة عندي كويس قوي قوي علشان ابتدي اشتغل على طول. من اهم الخطوات في عمل الوصفات معظمها هو تسخين الحلة او الطاسة او الواك اللي انتوا بتشتغلوا فيها كويس جدا جدا. اولا ده بيدي حرارة مناسبة للمكونات اللي احنا هنحطها، ثانيا بيقفل الانسجة فالعصارة بتاعة اللحوم والخضار ما تنزلش فينشف، ويبقى بدون يعني فوائده تكون نزلت منه، ويكون كمان بدون طعم كويس. الحاجة التالتة انه لو الحاجة اللي عندكم بتلزق، لما بتتسخن كويس ما بتلزقش، فلازم الحاجة تاخد سخونيتها المظبوطة، المظبوطة، مش اعلى من المظبوط قوي فالحاجة تتحرق، ولا اقل من المظبوط قوي فالحاجة يعني تميمي كده وما يبقى لهاش ايه شخصية ولا قوام. طيب انا سخنت الطاسة كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الزبدة، زبدة، سمنة، زيت، ميكس اللي انتوا عايزينه كده، كويس قوي. تأكد دايما دايما ان المادة الدهنية دي بقدونسية او حاجة، مش حتة بقدونس اهي. نتأكد كويس قوي قوي ان الزبدة سخنت، وان الطاسة اتغلفت كويس بالزبدة. هقوم جاية نازلة بالفراخ، بسم الله، على الناحية اللي فيها الجلد. صوص الكاري من الحاجات اللطيفة جدا جدا تستمتعوا بيها مع اللحمة والفراخ ومع الخضار، بتليق معاهم وبتبقى مميزة ولطيفة جدا. لبن جوز الهند وكريمة جوز الهند بيليقوا قوي قوي مع الكاري، وطبعا اللي ما عندوش لبن جوز هند او كريمة جوز الهند ممكن يعملهم في البيت، بانكم تجيبوا جوز الهند العادي بتاعنا اللي هو المبشور العادي اللي بنستخدمه في الحلويات، وتنقعوه لكل كوباية من لبن جوز الهند، المفروض كوباية عشان يطلع اللبن تقيل، لكن ممكن كوباية ونص أو كوبايتين لو انتوا عايزين تطلعوا منه كمية كبيرة ويبقى أخف شوية. بتنقعوه وبعد كده تضربوه في الخلاط كويس جدا، وبعدين تنزلوه من وصفة ضيقة أو من شاشة. الجوز الهند اللي طلع ده ما بيترميش، بننشره ننشفه ونرجع نستخدمه كجوز هند عادي، وبناخد السائل اللي طلع منه نستخدمه كلبن جوز الهند. ممكن تزودوا عليه معلقتين من الدقيق عشان يديكوا القوام بتاع الكريمة، فتقدروا تعملوه في البيت. بديل لطيف جدا للناس اللي عندها حساسية من الألبان أو حساسية لاكتوز، ونكهته لطيفة جدا جدا جدا. وطبعا تقدروا تستخدموا اللبن العادي أو الكريمة العادية لو انتم ما عندكوش حساسية ومش متوفر عندكم، مش عايزين تعملوه عشان الوصفة يعني ايه ما تتركنش، اعملوه بلبن عادي او بكريمة عادية.
دايما دايما اللبن نحطه في الخلاط معاه معلقتين من القشطة ومعلقتين من الدقيق على كل كيلو من اللبن، يدينا بديل للكريمة لطيف جدا جدا، لكن بديل لكريمة الطهي مش بديل لكريمة الحلويات، لأن كريمة الحلويات لما بنضربها بالمضرب بتعمل كريم شانتي، ده مش هيعمل كريم شانتي. ولكن لو زودنا له بودرة الكريم شانتي هيدينا برضو قوام لطيف قوي قوي. وفي الحالة دي مش هنحط دقيق، هنحط نشا مع شوية سكر بودرة مع قشطة مع لبن كامل الدسم مع بودرة الكريم شانتي، ونبقى كده برضو أخدنا بديل لطيف. شوفوا اللون بقى اللي أخدناه هنا قد إيه لذيذ، وإحنا عمالين نتكلم ونرغي ونقول شوية معلومات. نيجي بقى هنا إحنا دلوقتي نسيبها على الناحية التانية ونبتدي نشتغل بقى إيه، حوسع لنفسي، أوسع لنفسي مكان، أنزل أول حاجة البصل، بسم الله، مع البصل ملح، فلفل أسود، باقي التوابل كالمعتاد، الكاري، البابريكا، والبابريكا هنا ما فضلش خالص تكون مدخنة عشان ما نغطيش على الكاري، والقرفة حبيبتي، ونقلب. وما فيش مانع ناخد معلقة من الزبدة هنا للبصل لأن الطاسة ناشفة خالص. ونخلي بالنا عشان التوابل ما تتحرقش، فاول ما اشم ريحتها ابتدي اشتغل بسرعه. هحط الثوم تقليبه، بشتغل بسرعه بس بدي كل حاجه وقتها برضو. الجنزبيل الفريش المبشور من عند اي سوبر ماركت او من عند اي خضري، دلوقتي بقى موجود عند كل الخضريه، بيدي طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي غير الفايده طبعا، ولطيف قوي انه يكون موجود عندكم في التلاجة. وبنجيب بالقطعة ونوزنها، ما بنجيبش بالوزن، وبيبقى لطيف قوي قوي طول الشتاء كمشروبات دافية. باخد الكزبرة وبعدين بنزل بعصير الليمون، لبن جوز الهند، عندي نشا، لو حسيت ان الصوص بتاعي خفيف هدوب معلقة نشا في معلقتين مية في درجة حرارة الغرفة وانزله عليه، لو حسيت ان القوام بتاع الصوص عندي لطيف، الريحة خطيرة، يبقى خلاص مفيش داعي ابدا ان انا احط النشا، فالنشا هنا هيبقى اختياري. وهسيبها، هجيب عليها من الصوص شويه كده، عليها من فوقيها كده اهو، بصوا نسقيها كده بالصوص ده عشان النكهه، عشان الشكل، وعشان الطعم طبعا، واللون اهو كده. واسيبها، احتاجت شويه ميه اديها، احتاجت نشا اديها، الفراخ احتاجت تتسقى كل شويه اعمل كده، مفيش مشكله خالص. هسيبها بقى تستوي على راحتها لحد ما نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب نقلنا الفراخ على نار هادية، لو حبيتوا انكم تغطوها تقدروا طبعا تغطوها سواء بفويل او بغطا حلة او ايا كان، عشان انا عاملاها بطاسة عشان تشوفوها، فهنغطي والفويل هنا مش هيبقى مباشر على الفراخ، فمش لازم نحط ورق زبدة قبله. بنحط ورق الزبدة امتى قبل الفويل؟ لما يكون الفويل هيبقى لازق في اللحوم، فبنخاف انه يحصل تفاعل، ف
فبنحط ورقة زبدة ما بينهم كعازل، لكن أنا هنا مش قريبين من بعض ولا حاجة، وهسيبها لحد ما أكمل سواها وبعدين نقدمها مع الرز الأبيض. دلوقتي هنعمل مع بعض شوربة الخضار، وطبعا شوربة الخضار دي زي ما قلت لكم لو عندكم متبقي شوية سوتيه تقدروا تاخدوه تعملوه، عندكم خضار غير ده عايزين تحطوه مع الشوربة، يعني أنا مستخدمة فلفل وبصل وتوم وجزر، ممكن أحط إيه؟ ممكن أحط قرع، ممكن أحط بطاطا، ممكن أحط بطاطس، كلهم مشويين. ممكن أحط، أنا مستخدمة فلفل رومي أحمر، ممكن أحط فلفل رومي أخضر، ممكن أحط فلفل رومي أصفر، ممكن أحط كوسة، ممكن أحط أي خضار أنا بحبه أو متوفر عندي، ولكن جربوا التركيبة دي هتعجبكم جدا جدا. علشان نعمل شوربة الخضار المشوي معايا فلفل أحمر رومي مشوي، اللي عايز يحط معاه حار يعمل كده طبعا، عندي زيت وملح وفلفل وبصل مشوي، عندي جزر مشوي وتوم، عندي مرقة، مرقة خضار، مرقة لحمة، مرقة فراخ، مية سخنة، وعندي عصير طماطم اللي هو ممكن يبقى معلقتين من الصلصة، مفيش مشكلة خالص، ممكن تشوي طماطم كمان مع الخضار ده بتبقى لذيذة قوي. وللتقديم عندي شوية بقدونس مفروم، وممكن كمان يبقوا ريحان للناس اللي بتحب نكهة الريحان. طيب بالنسبة للخضار المشوي، فأنا جبت البصل قشرته وشلت الأطراف بتاعته، الطرفين بتوعه، ولفيته في ورقة زبدة مع ورقة فويل وحطيته في الفرن. التوم بيتعمل صحيح، يعني بنجيب راس التوم نغسلها كويس جدا جدا ونحطها في ورقة زبدة وورقة فويل ونحطها في الفرن. الفلفل ما بحطوش في حاجة، بحطه في صينية وأدخله هو والجزر، طبعا الجزر اتقشر وتشال العنق بتاعه، والفلفل اتشال العنق والبزر بتاعه يفضل علشان ما يمررش معاكم. بعد كده بدخلهم الفرن. البصل اول ما بيطلع ما بعملش فيه حاجة خالص، التوم بقسم راس التوم بالنص بالعرض مش بالطول، وبضغط عليها بايدي بتطلع كل فصوص التوم وبيبقى عامل زي الزبدة بالظبط. اما بالنسبة للفلفل فبنقلبه قلبتين جوه الفرن لما بيغير لونه، بعد كده لما بيطلع بغطيه او احطه في كيس واربطه، وبعد كده ببتدي ان انا اقشر، بيبقى فيه قشرة خفيفة على الفلفلاية من بره بتتشال بمنتهى السهولة لان احنا بنكون عرقناها جوه الكيس، وبستخدم الفلفل. اما بالنسبة للجزر مفيش حاجة خالص، احنا بنشيل العنق بتاعته وبنقشره وبعدين بنستخدمه زي ما هو. الطماطم نفس الحكاية، هنجيبها ونعمل لها علامة زائد بالسكينة وهنحطها برضو تتشوي، واول ما تطلع بمنتهى السهولة هتقشروها وهتبقى جاهزة عندكم. تمام، لو هتحطوا بطاطا او قرع فبرضو بيكون متقشر، وطبعا مفيش بذور جوه القرع، والبطاطا بتكون اتقشرت وبتحطوهم لحد ما يستووا او يعني يتشووا كويس وبتطلعوهم، برضو مفيش اي حاجة تانية غير كده بنعملها. الحلة عندي سخنة وكل الخضروات عندي مشوية فهحطها كلها مع بعض. بسم الله، هحطها كلها مع بعض. ادي الفلفل، البصل، الجزر، التوم. من احلى انواع الشوربة اللي ممكن تاكلوها انواع الشوربة المشوية، نكهة مميزة ومختلفة والريحة هنا خطيرة. عامة الخضار المشوي بديل للسوتيه الممل بالنسبة لبعض الناس، وبديل لأنواع الغموس اللي بالخضار المشوي بيبقى حلوة جدا جدا زي البابا غنوج مثلا والشربات. هحط عصير الطماطم او لو هتستخدموا طماطم مشوية يبقى تمام برضو، وهحط هنا الشوربة او المية السخنة. طيب انا عندي هنا كل حاجة مستوية، المطلوب انه كل حاجة تسخن مع بعضها وتاخد وتدي مع بعضها عشان النكهات تتمازج، ودي سلطة مش هينفع ما تتضربش، فاللي عنده هاند بلندر هيستخدم الهاند بلندر، اللي عنده خلاط هيستخدم الخلاط، اللي عنده كبة هيستخدم الكبة. التلات انواع دول حيفوا بالغرض
بس كل واحد له طريقة استخدام ومحاذير علشان سلامتكم انتوا وانتوا بتستخدموا حاجة او بتضربوا حاجة سخنة. لو هتستخدموا الخلاط فرقم واحد الخلاط بيكون فيه الغطا بتاعه غطا تاني صغير بيتشال علشان يعمل لي تهوية للسخونة اللي جوه الخلاط، يقوم الخلاط ما يطقش. وهيبقى عندنا مشكلة تانية، انا عملت تهوية للبخار عشان الخلاط ما يضربش من جوه، هيبقى عندي مشكلة ان انا عملت فتحة من فوق، فالفتحة دي ممكن تنطر عليا الشوربة السخنة اللي انا بضربها. فبجيب فوطة مطبخ بطبقها وبحطها. هتقولوا لي ما هي هيها الغطا، هقول لكم لا، الفوطة بتاخد البخار بتشفطه جواها، اما الغطا بيكتمه جوه الخلاط، فده يخليه ممكن يفرقع من السخونية. اما الفوطة هتاخد البخار، الخلاط مش هيضرب، وفي نفس الوقت المكان اللي مفتوح في النص ده مش هيطلع عليا اي حاجة تلسعني او طبعا تبهدل المطبخ. الكبة نفس اللي قلناه بالظبط، الكبة دايما بيبقى فيه مكان فيها عشان انزل الحاجة وهي شغالة، وبيكون محطوط فيه زي سدادة بلاستيك كده، السدادة دي هتشيلوها وهتحطوا مكان الفتحة بتاعة الكبة الفوطة. نيجي بقى لاستخدام الهاند بلندر، لان ناس كتير جدا جدا بيحصل عندها مشكلتين، المشكلة الاولى ان الحلة بتتجرح منهم، المشكلة التانية انه برضو بيستخدموه غلط فينطر عليهم كل الحاجة اللي بيضربوها، سواء كانت شوربة عدس او شوربة خضار مشوي او اي شوربة تانية او بصارة او ما الى ذلك. نعمل ايه؟ اول حاجة انا لما بحط الهاند بلندر، اسمعوا اللي جاية دي، انا ما بوصلش للحلة. سمعتوا صوت الحلة؟ لا، انا برفع ايدي عنها حاجة بسيطة، حاجة بسيطة كده، احنا ما جرحناش الحلة بتاعتنا. طيب لو طلعت قوي فوق كل ده هينطر، يبقى لازم السلاح بتاع الهاند بلندر يكون تحت زي ما انتوا شايفين كده ومش واصل. بصوا هو تحت اهو بس مش واصل للحلة كده، هو واصل للحلة، شوفوا الارتفاع فين، هو ده الصح. ابتدي اضرب بقى، بسم الله. شوفوا الحركة دي، باجي بالجنب بس ما طلعش السلاح بره، لو طلعته بره هينطر عليا، السلاح لازم يكون جوه. باجي بالجنب، شايفين اهو، ليه باجي بالجنب؟ عشان لما باجي بالجنب القطع الكبيرة بتبتدي تنزل تحت السلاح، شايفين اهو، شايفين شفطوا ازاي اهو. بس كده انا حافظت على الحلة، هرفع بس عشان ما تفرقعش جامد، عشان الحاجات اللي فيها طماطم وتقيلة بتفرقع جامد. كده انا حافظت على الحلة بتاعتي ما اتجرحتش، حافظت على السلاح بتاعي وضربت الشوربة تماما وبقت مظبوطة جدا. تقيلة حطوا لها شوية مية، خفيفة ارفعوها على النار شوية تتقل. هل ده معناه انه الهاند بلندر ملهاش لازمة؟ لو انا عندي كبة قوية، عندي خلاط قوي، ملهاش لازمة، مش بالضرورة يعني، مش هتوقف لي المطبخ يعني انا ممكن اقف في المطبخ على الخلاط او الكبة او حاجة منهم يعني تكون موجودة، لكن مش هقف على الهاند بلندر خالص. ماشي، انا بالنسبة لي القوام ده حلو، انا بحب الشوربة تقيلة الصراحة، بالذات الشوربات السميكة دي بتاعة الشتاء، ولكن تقدروا طبعا تخففوها. كمان الشوائب اللي في الشوربة دي ممكن لو حد صغير في السن او كبير في السن تسبب له، او حد عنده مشكلة في البلع بصفة عامة لاي سبب من الاسباب تسبب له شوية شرقان، فمصفة تكون ضيقة انزل منها الشوربة واخد كل اللي فوق دوت اتخلص منه. لو عندكم زرع تحطوه في الزرع بيبقى سماد لطيف جدا. نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل بقية شرح ونكمل بقية الوصفات، استنونا. Thank you.
اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب الشوربه ما عملتش فيها حاجه خالص الصراحه، سبتها اهو، شغلتش حتى عليها النار، علشان زي ما قلت لكم الحاجات لما بتكون كثيفه وخاصه اللي فيها طماطم تلاحظوا كده ان هي بتعمل مفرقعات جامده. ناخد بقى نغرف الشوربه. بسم الله. الشوربه دي ممكن تتشال في الفريزر عادي خالص زي ما دايما احنا متعودين مع بعض، كيس بعد ما الشوربه تبرد تماما اقوم واخده الكميه اللي تكفيني حطاها في الكيس، واقفل الكيس الزيب لوك كويس جدا جدا، اخرج منه الهواء بالكيفيه اللي احنا متعلمينها مع بعض في حلقات التخزين والتحضير والموسميات، ونسحب الهواء بالشاليمو زي ما دايما بنعمل مع بعض. ما ننساش ابدا النيم تاج ونكتب عليه الصنف والتاريخ، وما ننساش ابدا لما نيجي ندخل حاجه بعدها ان دايما الحاجه القديمه تبقى لفوق والحاجه الجديده اللي تحت، عشان اسحب دايما من الاقدم عشان الحاجه ما تبص عندي. تطلعوها تفكوها في المايكروويف لو مستعجلين، او تسيبوها على الرف في الثلاجه لو مش مستعجلين، وبعد كده بتسخنوها وتستمتعوا بيها. فده طبق الشوربه اللي عملناه مع بعض، وانا هاخد من شويه من العيش بتاع السلطة أحطهم هنا، بحب قوي قوي العيش المحمص مع الشوربات، وأحط كمان من الليمون بتاع السلطة، وتبقى كده الشوربة جهزت. الفراخ ريحتها غير عادية، استوت جدا. عرفتي منين يا أميرة أنها استوت؟ لو أنا عندي الفرخة دي كاملة صدر وورك، انا دايما بختبر الورك مش الصدر. ليه؟ لان الورك بياخد تسويه اكتر من الصدر. بدخل في الدبوس واشوف طلع سائل في العصاره لسه فيها لون وردي يبقى الفراخ ما استوتش، طلع سائل شفاف تماما يبقى الفراخ استوت. الحاجه الثانيه لما الطرف بتاع الدبوس يصغر، بصوا حجمه صغر ازاي، ده معناه ان الفرخه استوت. السكينه لما تخش في الصفيحه بتاعه الورك بسهوله جدا كده من غير اي مقاومه تبقى الفراخ استوت. تمام كده. رز ابيض، انا مستخدمه رز مصري، عايزين رز بسمتي بيبقى حلو قوي معاها برضو. ما ننساش كل كوبايه من الرز المصري عليها كوبايه من الميه السخنه المغليه. بعد ما بكون شوحت الرز مع الماده الدهنيه، لكل كوبايه من الرز معلقه كبيره من الماده الدهنيه زيت، نصها زيت ونصها زبده، او نصها زيت ونصها سمنه. الزيت بيدي اللمعه وبيدي الفلفله بتاعت الرز، والزبده او السمنه بيدوا النكهه. معلقه صغيره ممسوحه من الملح لكل كوبايه من الرز. واحنا طبعا طريقتنا المعتاده لكل حله رز واحده حبهان صحيحه وواحده مستكه صغيره. بغلي النار بشوح الرز الاول كويس جدا جدا لحد ما يبتدي يشخلل، وبعد كده بنزل عليه بالميه المغليه، مش سخنه بس مغليه. باخد غلوتين الارتفاع بتاع السائل فوق سطح الرز يكون من سنتي ونص لاتنين سنتي، يعني من عقله صباع لعقله ونص. وبعدين باخد غلوتين، اول ما الميه دي تفضل موجوده بس تنزل تحت مستوى الرز بحط الغطا، بسيبها دقيقتين واوطي، وعلى نار هاديه جدا لمده تلت ساعه تاكلوا احلى رز. بعد ما تدفع الرز ما تغرفوش على طول، سيبوه 10 دقائق كمان. ولو يعني حبيتوا تستخدموا طريقتنا انكم تحطوا الزيت في الاول وبعد ما تدفع الرز تحطوا السمنه او الزبده وتدفوا وتسيبوه 10 دقائق وبعدين تقلبوه قبل التقديم، هتاخدوا احلى 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 نكهه. قدمنا الفراخ مع الرز، شوية بقدونس بسيط يديني كده ايه حيوية للطبق ويكسر الألوان والملل، ويبقى كده الفراخ جهزت ولذيذة قوي هتعجبكم، وكمان الشوربة جهزت. طيب هنعمل دلوقتي مع بعض سلطة.
لطيفة بس شوية ممكن تكون غريبة بالنسبة لكم، لأن احنا هنحط مع السلطة فراولة. بس أنا حابة أن انتوا تجربوها لأن هتعجبكم. ولكن لو احنا مش في موسم الفراولة أو مش عايزين نستخدم الفراولة أو مش حابين الفكرة، نقدر نعمل الوصفة من غير الفراولة. هرجع لورا كده سنة عشان أبعد عن الأطباق وأقول لكم المقادير. لسلطة السبانخ مع الفراولة بصوص البرتقال، عندي سبانخ بلدي ومش هتتسوى ولا هتتاخد سوتيه ولا أي حاجة خالص. عندي فراولة، بصل أحمر، الفراولة ممكن تبقى بنجر للناس اللي مش حابة الفكرة يعني، وممكن طبعا تبقى حبوب رمان. فراولة، بصل أحمر، ليمون شرايح، مكعبات من العيش الشامي المتحمص في الفرن. للدريسنج عندي خل بلسمك بيبقى لذيذ قوي مع الفراولة قوي، عصير برتقال بدون سكر، ملح وفلفل، زيت زيتون، عصير ليمون وزعتر مجفف. والزعتر هنا ممكن تستغنوا عنه لو مش متوفر عندكم، مفيش مشكلة خالص، الملح والفلفل كافي قوي مع الوصفة دي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد السبانخ. السبانخ زيها زي الجرجير بتتاكل نية وطعمها احلى كتير من المطبوخة. والسبانخ زيها زي الجرجير زي الكابوتشا والخس، المفروض ان احنا نقطعها بايدينا او بسكينة بلاستيك، وفي سكاكين بلاستيك في كل محلات مستلزمات المطبخ، وده عشان ما نخسرش من الفوايد بتاعتها، لان كل قطعة سكينة بتعمل حز اسود، الحز الاسود ده معناه ان انا اخدت من الفايده بتاعتها، فالافضل انها تتقطع زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ تمام. ادي السبانخ. اللي مش حابب الفكره او السبانخ مش في الموسم بتاعتها يقدر يستخدم جرجير بدلها. وبعدين باخد الدريسنج وهحط جواه البصل. ليه؟ سببين. السبب الاول اني عايزه البصل ينزل ميته ونكهته اتبل بيها السلطه. السبب الثاني اني مش عايزه اسيب البصل ني على وش السلطه، علشان البصل لما بيقعد فتره ني على وش السلطه بيعمل ريحه اللي هي احنا بنسميها ريحه زفاره. هو ما فيهوش حاجه زفره، بس هو فعلا بيعمل ريحه قويه وريحه زفاره، فعشان يعني نتجنب هذا الموضوع هحط هنا الزيت، عصير الليمون، عصير البرتقال، طبعا ممكن تكتفوا بعصير الليمون بس، الزعتر، الخل البلسمك، الملح ما نكتروش قوي لان الخل البلسمك حاد، الفلفل الاسود. اخد البصل وانزل بيه هنا اقلب اقلب اقلب. ده ممكن يتحط في علبة او برطمان ويتحط في التلاجة بالبصل يقعد مدة يومين، بدون بصل يقعد أسابيع. أقدر إن أنا أتبل منه السلطة كل يوم، الطبق السلطة أيا كان هو ده أو نوع تاني من أنواع السلطة، وده ينطبق على أي نوع دريسنج مش الدريسنج ده بس، وأي بصل للسلطة مش البصل ده بس. طيب أنا بعمل إيه؟ بجيب علب بعمل فيها السلطات بدون دريسنج، بحط برطمانات من الدريسنج اللي احنا عملنا له حلقات وحلقات وحلقات، وكل جوه كل حلقه فيها سلطه هتلاقوا دريسنج برده مختلف، وبحطه في برطمانات. دايما الطماطم والبصل ما بحطهمش جوه السلطه. والعيش لو هحط عيش محمص، لو هحط طماطم، لو هحط بصل، دول العيش ما بحطوش في الثلاجه بحطه بره، والبصل والطماطم مش بقطعهم، ولو قطعتهم بيبقى كمية قليلة جدا وبحطهم في علبة منفصلة لأن هما اللي بيبوظوا السلطة. تمام؟ وطبعا البصل مش هننسى نديله عصرة الليمون وملح وفلفل لو هنسيبه متقطع في العلبة. أوكي؟ أوكي. هاجي هنا هحط الفراولة، هحط الليمون، العيش، العيش طبعا اخر حاجه تتحط على السلطه عشان او على الشوربه،
عشان ما يطراش. وبعدين باخد من الدريسنج مع البصل وبحط كده، والباقي بحطه في سوسيارة جنب السلطة للي حابب يزود، وبحط برضو سوسيارة أسفة بولة فيها العيش لو حد حب يزود. عملنا الفراخ، عملنا الشوربة، وعملنا السلطة. هنطلع فاصل ونرجع نعمل طبق الحلو، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. كنت بقطف شوية نعناع للتقديم. تعالوا بقى نعمل كيكة برتقان حلوة جدا. حطيتوا فيها الزبيب ماشي، ما حطيتوش فيها الزبيب ماشي. الكيكة دي ممكن تستبدلوا فيها عصير بشر البرتقان، تشيلوه وتسيبوا بس الزبيب، فتبقى بالفانيليا عادي خالص. تشيلوا معلقتين كبار من الدقيق، تحطوا بدلهم كاكاو خام، قلبتوها شوكولاتة، تمام. حطيتوا بشر البرتقان، بقت بالبرتقان. انا هعملها بالزبادي، نفس كمية الزبادي، ممكن تبقى مية، لبن حليب، لبن رايب، لبن نباتي، عصير برتقان، تمام. ممكن كمان بدل بشر البرتقان بشر ليمون للناس اللي بتحب كيكة الليمون، تمام كده. يعني المقادير يطلع منها حاجات كتير. ممكن تعملوها في قالب انجليش كيك، ممكن تعملوها في قالب مدور عادي، وممكن تعملوها في كب كيكس، تمام. هنا انا مستخدمة قالب غير قابل للالتصاق، يبقى خلاص مش هدهنه. لو انا القالب اللي عندي بيلزق، يبقى هحط من الزبدة او الزيت حسب انا استخدمت ايه في الوصفه. لو الكيكه فاتحه فانيليا بحط لها دقيق، لو الكيكه غامقه بالكاكاو بحط لها كاكاو. فبعمل ايه؟ باخد من الزبده او الزيت اللي انا استخدمتهم في الوصفه، باخد فرشه بدهن قالب الكيك بالشكل ده، باخد من الدقيق او من الكاكاو الخام حسب انا مستخدمه ايه، وببتدي اغلف او ابطن يعني القالب، ومش عايزة اي زيادات خالص. يعني انا عايزة طبقة رفيعة جدا، لان لو طبقة تخينة بتطلع في الكيك، وبنزل بالباقي. وبكده ابقى بطنت القالب بتاعي لو هو غير قابل للالتصاق. انواع القوالب بتفرق في نتيجة الكيك جدا. ده مرة تانية إن شاء الله نبقى ناخده بالتفصيل، وأكون جبت لكم القوالب كلها قدامكم عشان تشوفوا شكلها. عشان الزبيب ما ينزلش مني في القاع بتاع القالب، باخد من الدقيق اللي موجود جوه الوصفة، بغلف بيه الزبيب تماما، بحط نص مقدار الكيكة في القالب، بعد كده بنزل على النص التاني الزبيب وبحطه على الكيكة، تمام كده. بالنسبة لتسوية الكيك، فهي مدة التسوية من نص ساعة لساعة حسب القوام بتاع الكيك وكفاءة الفرن. ما بفتحش الفرن خالص قبل مرور 25 دقيقة. لازم الفرن يكون شغال على 180، مش أعلى ومش أقل، لمدة ربع ساعة وأنا بجهز الكيك. الرف لازم يكون في النص، فوق مش شغال، تحت بس اللي شغال، لو في مروحة بشغلها. بختبر الكيك بعد مرور 25 دقيقة بخلة سنان في النص، طلعت نظيفة يبقى بطفي، ما طلعتش نظيفة يبقى بديله فترة كمان. الكيك بعد ما يستوي بفتح باب الفرن، أواربه كده، أطفي الفرن وأوارب باب الفرن 10 دقايق، وبعدين أطلع الكيك على سطح مش سائع، واغطيه في فوطه مطبخ نظيفه ومش مبلوله لحد ما يستهدأ الكيك، عشان ما يهبطش مني مره واحده، ولما افتح عشان اختبرها اكون سريعه جدا. بعد ما اخلص الكيك ما امسكش القالب واقعد اعمل فيه كده، لان الكيكه بتهبط وبتعجن وما بتبقاش فيها مسام هواء اللي احنا دخلناها اثناء العجن، فما اعملش الحركه دي. اخر ملحوظه، ما سيبش الكيك مركونة برة نص ساعة ساعة وبعدين أدخلها الفرن. ليه؟ لأن البيكنج باودر هيكون بدأ يشتغل، ومدة إنه يشتغل خلصت قبل ما الكيك يخش الفرن،
فالكيك مش هيرتفع، ولو ارتفع هيهبط على طول، لان المدة بتاعة التسوية هتكون كتير على المدة اللي بيشتغل فيها البيكنج باودر، لان خدت كل المدة برة الفرن، لان البيكنج باودر بيتفاعل مع السائل. خلاص كده كل المعلومات. كيك إذن بيض، ما حطش على البيض السكر واسيبه لانه بيحرق البيض، فبحط على البيض الفانيليا. عايزين نقول المقادير يا ولاد، ايه رايكم؟ كيك البرتقال بالزبيب، كوبايتين دقيق، بيضتين، معلقه صغيره من بشر البرتقال بدون الابيض اللي تحته عشان ما يمررش، معلقه فانيليا سايله او 2 باكت فانيليا او معلقه صغيره ممسوحه فانيليا باودر، نص كوب زبيب حسب الحاجة أو حسب الرغبة، كوباية وربع من السكر مش باودر، سكر عادي، معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، نص كوباية من الزبادي، رشة ملح، لصوص أو للجليز أو للتقديم سكر باودر ويكون منخول، كوباية عصير برتقال بدون سكر، وأنا كمان هحط ورق من النعناع وحلقات أو شرايح من البرتقال. طيب حطينا هنا من المقدار البيضتين ومعاهم الفانيليا، بضربهم وبنزل عليهم بالسكر بالتدريج، وما بسيبش السكر على البيض عشان ما يتحرقش. يبقى البيض، الفانيليا، السكر، بشر البرتقال، تقليبة، الزبدة، والزبده دي ممكن تبقى زيت وممكن تبقى نص زيت ونص زبده، تقليبه اللي هو النص كوب ده، ممكن يبقى ربع وربع او ممكن يبقى زيت بس او زبده بس، انزل بالزبادي وما نخليش حاجه من المقدار خالص، باخد بوله بخلط فيها الدقيق مع البيكنج باودر مع رشة الملح، ويكون ملح ناعم مش ملح خشن، بقلبهم مع بعض، بقلبهم مع بعض، بنزل الكمية بالتدريج وأنا بقلب. عايز يستخدم عجان يستخدم، أنا دايما بحاول الحلويات تكون بسيطة، الادوات تكون بسيطه عشان اي حد بيتفرج يقدر يقوم يعملها على طول، ما يستصعبش الموضوع زي ما انتوا حافظين. يعني ببتدي اقلب، هيبتدي يتقل على الويسك، بقى هبتدي ارفع الويسك واستخدم الاسباتولا، بعدين باخد القالب بحط فيه نص كمية خليط الكيك زي ما اتفقنا، افردها بهدوء عشان ما اخرجش الهواء، بجيب الزبيب وبخلطه مع نص كمية الايه خليط الكيك التاني اللي لسه معايا في البولة، وانا اصلا معفره الزبيب بالدقيق، تمام، واقوم واخده النص التاني ده ونازله بيه في القالب بتاع الكيك، وافرد من غير ما اضغط قوي، انا بفرد من غير ما اضغط قوي لان الضغطه قوي دي هتطلع لي كل الهواء من الكيكه فالكيكة تطلع مكتومة، لا أنا بفرد أهو كده بهدوء، وعلى الفرن، وأنا بدخل الفرن بكون سريعة زي ما اتفقنا. أما تطلع الكيك وأسيبها تستهدى شوية متغطية بفوطة مطبخ نظيفة ومش مبلولة، بقوم جايبة السكر البودرة ويكون منخول، وأجيب ويسك واجيب عصير البرتقال، عصير الليمون، عصير الفراوله، ميه، لبن، كريمه،
حسب النكهة اللي انتوا عايزينها، وممكن تلونوه كمان حسب اللون اللي انتوا عايزينه. وبنزل عليه بعصير البرتقال، وبعدين اقوم واخداه ونزل عليه هنا على الكيكة بعد ما طلعت من الفرن وسبتها تهدى. بديها شرايح البرتقال، اكيد ده اختياري، مش لازم ابدا التقديم يكون بالطريقة دي. وبديها ورق من النعناع فريش هنا كده، ونبقى عملنا احلى كيكة برتقال ولذيذة بزبيب او من غير زبيب زي ما انتوا عايزين. بس كده، ودي كانت الافكار والوصفات بتاعت النهاردة اللي بتمنى طبعا انها تكون عجبتكم وتجربوها وتبعتوا لنا تقولوا لنا ايه الاخبار. واكيد بتمنى متابعتكم يوميا على سفرة. عملنا مع بعض النهاردة الفراخ بصوص الكاري ولبن جوز الهند، عملنا شوربة الخضار المشوي، عملنا سلطة السبانخ مع الفراولة، وعملنا كيكة البرتقال بالزبيب. يا رب تكون كل الوصفات عجبتكم، واشوفكم بكرة ان شاء الله.